السلام عليكم ومرحبا بكم في موضوع جديد. الموضوع ديال اليوم كيهمكم بزاف وبزاف ديال الناس منكم كيسمعوه هو ما بقى في اوروبا ما يدار. هذا الموضوع هذا خصنا اننا نهضروا عليه لان شفت بزاف ديال الناس كيهضروا في فيسبوك وبزاف ديال الحوايج بلان كيقول اوروبا ما فيها ما يدار. الناس اللي في المغرب كيتشكاو كيقولوا لا علاش ما فيهاش ما يدار، اجي انت الا كنت ما فيها ما يدار رجع للمغرب باقي كدير في اوروبا. وكل واحد كيقول، واحد كيقول من هنا والاخر كيقول لا هذاك راه كيتمز عليا، الاخر كيقول راه عنده الحق، واللي كيقول اوروبا ما فيها ما يدار ما بقى فيها ما يدار حاس بالدقه داكشي اللي كيقولها، الاخر اللي كيسمعوا من المغرب كيقول لا راه ما حاملنيش نجي لاوروبا. داكشي علاش داكشي كيبقى يقول لك اوروبا ما فيها ما يدار، علاش نتوما كلكم باقيين جالسين في اوروبا الا كان ما بقى فيها ما يدار. هادشي اللي غنشوفو اليوم الخوت في اربعه ديال النقاط. اول حاجه غنشوفو شكون هما هاد الفئه، يعني شكون هما الناس اللي كيقولوا هاد القضيه ديال اوروبا ما بقى فيها ما يدار. الحاجه الثانيه غنشوفو السبب علاش هاد الناس هادو كيقولوا اوروبا ما بقى فيها ما يدار، واش بصح عندهم الحق، واش كاين شي اسباب اللي كتخليهم انهم يقولوا اوروبا ما بقى فيها ما يدار ولا غير كيهضروا هضره خاويه. الحاجه الثالثه هي غنشوفو شكون هما الفئه المتاثر، يعني الفئه اللي كتبقى تسمع هذه الهضره هذه وكتشدها في قلبها وكتقدر تاثر عليها بصح مستقبلا تقدر الهضره انها تاثر عليك. نعرف شكون هما هاد الناس. والحاجه الرابعه هي غنشوفوا الحلول اللي تقدر انها تبدل هذه القضيه هذه بالنسبه للناس اللي كيكونوا في اوروبا وكتكون عندهم داك النظره ديال ان اوروبا ما بقى فيها ما يدار. هادشي كامل غنشوفوا في هذا الفيديو. سو اوكي، اذا الفئه اللي كتقول هذه الهضره بانها اوروبا ما بقى ما فيها ما يدار، علاش هاد الناس هادو؟ هاد الناس هادو اكثريه ديالهم، اكثريه ديال هاد الناس اللي كيقولوا هذه الهضره هذه كيكونوا ناس يا اما المهم انا غنعطيكم المثال بالمانيا، وانتم عموا على اوروبا كامله الناس تقريبا في اوروبا كامله، ولكن بحكم انا في المانيا وعارف الناس اللي في المانيا وشايف وهذه غنعطيكم مثال بالمانيا داكشي اللي واقف في المانيا. شي واحد يكون شايف فيديو يكون في طاليا ولا شي حاجه يقدر داكشي ما يكونش متناسق مع بعضياته، داكشي علاش انا نعطيكم داكشي اللي ألمانيا. شكون هما هاد الفئة؟ أول حاجة الفئة اللي كتقولك أسيدي أن أوروبا ما بقى فيها ما يدار، هاد الفئة هادو كيكونوا عايشين في ألمانيا كيكونوا خدامين خدمات على قد الحال، يعني خدمة اللي ما كتحتاج فيها لا ديبلوم لا قراية لا لغة لا حتى حاجة، وخا بعض المرات تقدر أنك تكون كتحتاج فيها لغة تكون عندك لغة مزيانة، ولكن كتكون واحد الخدمة اللي ما فيهاش شروط صعيبة، يعني الخدمة اللي كتخدم يقدر يخدم أي واحد بحال نقولوا في تمارة في تحفات بلا ما كيخدم في أي حاجة، يقدر يخدم في ريستورون يقدر يخدم في المطار يهز الباليزات دوك اللي كيكونوا كيخشيو الباليزات في الطيارات، يقدر يكون كيخدم في ستوك كيهز الكرات، يقدر يكون كيخدم شيفور شيفور شويه في البلوت، يقدر يكون خدم بزاف ديال الخدامي. المهم هاد الفئه هادو اللي كيكونوا ما دايرين مقارين، يعني ما دايرينش ما داروش الجامعه هنا في المانيا ما دايرينش، يقدر يكون انه داير تكون مهني تكون مهني هو ماشي شي خلاص مزيان، يقدر انه يكون داير تكون مهني، ولكن الاكثريه كيكون ما داير لا تكون لا والو. هاد الناس هادو هما اللي كيكونوا جاو لاوروبا، يعني تكبروا على جاو لاوروبا، ماشي كاين اللي كيكون تزاد هنايا، كاين ناس لاقيت معاهم تزادوا هنا وخدامين خدامي ديال تماره بحال الالمان بحال اي واحد كونوا تزادوا هنا، واخا تزادوا اللغه والظروف كانت مزيانه وهادي بنادم ما قراش وملي كبر خدم في خدمه عاديه ديال تماره اللي كتكون يلا كتخلص لك الكره كتخلص المسائل داكشي كيكون حدو قدو. هادو هما الفئه الاولين كيكون تكبر عاد جا اما جاب زواج يا اما جاب قرايه وما كملش، شحال اللي كان هذا القانون بحال كامل واخا يجيب قرايه ما يكملش يقدر انه يدبر شي خدمه ويبقى دابا القضيه صعاب ما بقاش، لا تجي قرايه خصك تكمل قرايتك ولا تمشي بحالك. كاين الناس اللي كيجيو بالتكوين المهني، اللي التكوين المهني ماشي قديم بزاف ماشي مش حال الناس كيجيو به، كاين اللي كيجيب التكوين المهني وكيدير شي حاجه واخا ما كتسقش ليه واخا كيدير التكوين المهم في الاخر ما كيكونش داك الخلصه مزيانه. هادو هما الفئه اللي كيقولوها، يعني واحد الفئه اللي كتكون واكله العصا شويه اللي كيكونوا خدامين خدامي ماشي تليه ماشي خدام ماشي تليه. هنا في المانيا راه كتعيش بهم عادي، راه اي واحد كيمشي كيضرب تمره كتلقى الصباح كيضرب تمره ديال الكلاب حاشاكم، وبالعشيه كيمشي كيضرب تدويشة كيبدل حوايجو كيجي كيبان لك بحال راه خدام شي خدمه مزيانه راه هادي راه كلشي، ولكن راه هو كلشي كيضرب تمره. هادو هما الفئه اللي كيقولوها. اما الناس اللي كيكونوا قراو، الناس اللي كيكونوا جاوا من المغرب وقراو في الجامعه ودير كتلقى خدام خدمه واحد الخدمه اللي مزيانه كتلقاه كريم محل مزيان امور كلشي كتلقى هو هذاك لانه كيكون كيشد واحد الصالير مزيان. هادو الناس اللي كيكونوا قراو وقراو حتى الماستر، اما الناس اللي كيقرا حتى ليسونس وكيمشي كيدبر على شي تخربيقه وهذيك كيتخشى فيها راه ما كيكونش. والصالير في المانيا راه كيكون ما كيكونش فرق كبير بزاف ما بين الناس اللي كيكونوا قارين بحال حنا نقولوا حتى ليسونس ولا الناس اللي دايرين التكوين ولا الناس اللي ما دايرينش التكوين. علاش؟ لانه كاين هذاك الميندسلون اللي كيتسمى حنا عندنا هو الحد الادنى للاجور، كاين داك الحد الادنى للاجور كيكون تقريبا يعني ما كيهبطش، هذوك الناس اللي ما قاري ما والو ما كيهبطوش لتحت كاع، يعني كيبقى واحد الحد الادنى اللي كيكون تقريبا هو شي 8 اورو قال الساعه ولا بحال هكا.
اللي ما كيهبطوش عليه، الناس اللي كيكونوا قارين وهادي ومزيان وكذا كيكونوا خدام بواحد 13 اورو الساعه ولا 14 اورو الساعه، هادشي كيكون داخل في الضريبه عاد كتقزبوا لهم الضريبه. ما علينا، هادو الفئات دي اللي كما قلنا اللي كيكونوا خدامي شي خدمه على قد الحال، كيكونوا جو الاوروبا هما كبار، كيكونوا يعني غير كيخدم مره هنا مره هنا مره هنا، كيكون شاد واحد الخدمه، واخا يكون شاد واحد الخدمه اللي مزيانه ما كيكونش ديك الصالير اللي كيشتو فيها ما كيكونش مزيان بزاف. الحاجه الثانيه هو السبب، انا راه قلت لكم الفئه ودخلت فيها السبب، السبب هو هذا هو ديال الخدمه اللي كتكون بنادم كيكون خدام وكيكون كما عارفين نتوما وكما قلت لكم بزاف الفيديوهات، الكرا في المانيا هو اول مشكل، هو الكرا، الكرا اكثر يخلص عليه نص الخلصه بنادم. غنديرو حنا المتوسط ديال الخدمه، المتوسط ديال الناس اللي كيشدوه في المانيا، المتوسط اللي كياخذوا بلا كيكون خدام خدمه عاديه كتكون تقريبا ما بين 1000 حتى 1200 اورو، هذا المتوسط اللي غنقولوا حنا، يقدر بلا يكون اقل منه، يقدر واحد يكون اكثر منه، ولكن كيكون تقريبا بحال هكا ما بين 1000 اورو حتى 1200 اورو، هادشي حتى 1400 اورو كاع، هادشي اكثر الناس اللي كيشدوا، ولكن اكثر ما بين 1000 و 1200، 1000 و 1200 الا كان بنادم كاري شقه، الشقق راه كيكون المينيموم 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 تلقاها بواحد 600 اورو، من غير بغيتي تمشي لشي شقه اللي قديمه وقدر يكون فيها غير بيت واحد، بيت واحد يعني بيت بحال هذا وكوزينه، بيت غتكون كتاكل فيه وتكون كتنعس فيه وتكون فيه التلفازه ويكون فيه كلشي، بيت وكوزينه. كاين اللي كيكون لا كانت فيها اون فوا تكون فيها جوج بيوتا، جوج بيوت يعني بيت بحال هكا وبيت نعاس، ولا بيت بحال هكا صالونات ولا جلعيبه بحال هكا، كتكون واحد 600 700 800 اورو بحال هكا كيكون، وهادشي كيكون غير الكالت ميت، الكالت ميت يعني كيكون بلا ضو، بلا ديك اللعيبه ديال التدفئه، ديك اللي كتكون التدفئه بلا ما كتكون شنو اخر الماء، حتى هو الضو كتكون كتخلصو بوحدك، التدفئه والماء كتكون كتخلصو مع الكري، يعني كتخلص داك 600 اورو اللي قلت لكم ولا 500 ولا شحال، وكيجي كيقول لك اسيدي غتزيدني واحد 100 اورو في الشهر، هذه ديال التدفئه وديال الماء وديال هذه، لانه كيكون الحساب كيكون حساب واحد، يعني كتكون ماكينه واحده اللي كتحسب ديال الماء، وهما كيحسبوا على حساب الاشخاص، وهادي تعطيني واحد 100 تعطيني 50 تعطيني 150 تعطيني 70 تعطيني 80 على حساب كل بلاصه وشنو، وعلى حساب كل مدينه وكل واحد يكريك شحال غايقول لك على حساب الاستهلاك وديك البلاصه شحال غالي فيها الماء ولا الضو. كما قلنا الا كانت 600 سيدي هاي ولات 700 وعاد زيد عليها الضو حتى هو غالي، الضو الا كنتي في المانيا ما تكونش كتستهلك كاع تجيك واحد 50 اورو، هادي المينيموم تجيك واحد 50 اورو اقل حاجه، تكون ساكن بوحدك تكون طافي كلشي خدامه غير الثلاجه والتلفازه تجيك واحد 50 اورو. سيدي حنا قلنا 700 هي ولات 750 اورو اللي حيدها من داك 1200 اورو، هي بقات شحال؟ بقات 250، بقات لك 450 اورو، 450 اورو حنا غنقولوا غتزير حتى غتزير غتخسر واحد 200 اورو في الشهر ديال المصروف، 200 اورو زيد عليها 200 اورو المصروف، زيد عليها الويفي، زيد عليها التليفون، زيد عليها هادي، نقولو 200 اورو شحال غتبقى لك؟ غتبقى لك 250 اورو، 250 اورو شغدير بها هي اللي كتشاط، وكاين اللي ما كيشاط ليه والو، كاين اللي عاد كيبقى يدير. هادي من جهة وحدة، كاين من الجهة الثانية هو الناس اللي كيكونوا الناس اللي كيكونوا مزوجين كتكون عندهم القضية سهلة شوية، ولا كيكونوا عايشين بجوجهم، ولا الدراري عايشين بيناتهم، ولا مزوجين، ولا شي لعيبة بحال هكا، فهمتي؟ يعني يكونوا جوج ديال الأشخاص كيتعاونوا على الكرا، وهادي هاد القضية كتكون سهلة بزاف، يعني كيكون بنادم ما دايرش، أكثرية ديال المغاربة كتعرفوا هنا كاين اللي كيكون مزوج، كاين اللي كيكون كيجي وكيبقى عايش بحال كنتي عايش بحال، كتكون كتخلص الكرا بوحدك، كتصرف بوحدك، ماشي بحال ملي كيكونوا الناس كيتعاونوا بيناتهم. هادو هما الأسباب، هو الكرا، هو هادي، هو هادي، وبنادم الحاجة اللي كيدير هو انه لا هذه في الحلول، خلينا الحلول. الفئه المتاثره، الفئه المتاثره هو الناس اللي كيكونوا معولين انهم يجيو اوروبا، كاين اللي كيسمع هذه الهضره وكيضرب على اوروبا ما كيبقاش مسوق لها، راه كاين اللي كيسمع هذه الهضره وكتاثر عليه، كاين اللي كيسمع كيقول لهم انتم بحساد انتم ما حاملينش نجي وكذا وكذا، بحال هكا الكومونتيرات اللي في الفيسبوك راه بحال هكا دايرين، كيقول انت حاسبنا انت ما بغيتيناش نجي وانت هذه، ماشي انا، ناس اللي كيقولوا كيقولوا اوروبا ما بقى فيها ما يدار. هاد الناس هادو كاين اللي كيقول بحال هكا وصافي كيدوز بجغيمات المهم كيدي ما كيجي، كيقول لك هذاك راه ما حملناش، هذاك ما بغاناش نجي، وهذاك ما بغاش، هذاك ما بغاش، وكيقول لك وصافي وكينساها ياك، كينساها. وكاين واحد النوع اللي يقدر انه ما يكومونتي ما والو، ولكن يبقى ديك الهضره تبقى تدور ليه في راسو، يقول لك راه بصح راه هذاك مجرب ومشى لاوروبا وكذا وكذا ولقى ما فيها ما يدار، يعني راه ما بقى فيها ما يدار، هو الا كان خصو يقرا اللغه يحط عليها واحد جد المليون وما عرفتش شحال باش يقرا اللغه ويدوز امتحانات، وعاد يجي يقرا واحد 4 سنين ولا 3 سنين ولا شحال غيقرا، وديال تمارا وديال خسر الفلوس اللي غتطلع بواحد 10 المليون ولا اكثر، هو غيقول لك لا سيدي، ولا شي واحد باه اللي غيسمع هذه الهضره هذه ويكون باغي يصيفطو انه يقرا وادي، غيقول لك راه ما الناس سابقين كيقول لك ما كاين ما فيها ما يدير، يعني كاين بزاف الناس اللي مورا هذه الهضره هذه صافي كيلاشي وصافي كيسمع هذه الهضره ما كيبقاش انه باغي انه يديرها. كاين الناس اللي واخا كيسمعوها
ما كيديروش. ولكن هي بصح كما الناس بزاف الناس كيقولوا بانه كله وزهره ولا كله وكيدير، كاين اللي كيمشي كيخدم كيدبر على راسو وكيتقاتل، كاين اللي كيكون شويه عاطيها ماشي عاطيها النعاس، ولكن كله كيدير في طبيعته، كاين اللي كيخدم كيصبر كيدير هذه يقلبني يقلبني يقلبنا، كاين اللي كيكون شويه ثقيل كيقدر ما يلقاش يقدر واخا يلقى يخدم شي خدمه قليله، كاين اللي الخطا اللي كيديروا بزاف ديال الناس في المانيا بالضبط، كيدخل شي خدمه كيبقى فيها كيلصق فيها حياته كامله، واخا كيكون السالير طايح واخا تكون فيها تماره واخا كاين، وهاد الناس بزاف خدمت معاهم. كاين اللي كيكون كيبدل المانيا ماشي بحال المغرب ولا ماشي بحال اي دوله اخرى، اللي لقيتي خدمه خصك يا ربي غير تشدها ويا ربي غير تاخذ الكونطرا ويصايبوا لك اوراقك وهادي وتجلس فيها، لا تخدم هنا خدمة شهر ما عجباتكش تخرج تلقى خدمة أخرى ما عندكش مشكل، خصك غير تخدم وتقلب وتدفع للشركات وهادي غتلقى، راه كاين خدامين اللي بديبلومات كاين خدامين اللي بلا ديبلومات بلا والو تلقاهم. بلا ما ندخلوا في هذا وهذا موضوع آخر، بالنسبة للحلول اللي غنعطيكم أنه كاين بعض الحلول لهاد الناس اللي كيكونوا بصح، حيت هاد الناس اللي قلت لكم الفئة اللي كيقولوا هاد الهضرة هادي راه بصح راه كاين كيكونوا حاسين بها، لأنه كيكون كيولي خدام كيحس براسو أنه خدام غير على الكرا وعلى المصروف، يعني كتكون صافي انت كتشدك 1000 اورو ولا 1100 كتولي تحط فيها، وشنو كيديروا اكثريه الناس؟ هذه هي داخله في الحلول، خلينا رجعنا للفئه، اكثريه الناس لا هاد الناس هذو كما قلت لكم راه بصح كيكونوا كيخلصوا الكرا وهذه، ولا كان بحال انت والديك يحتاجوا انك تصيفط ليهم شي حاجه تعاونهم هذه، يوقعوا شي لعيبات خصك تعاون كذا كذا الى اخره، هذه ما كتبقاش انت قادر انك غتصيفط هنا ودير هنا، ويا ربي تولي مقاد الغنم على راسك، بلا ما كتشوف راسو مغرب وبعيد على عائلته وبعيد على صحابه وبعيد على كاع الناس اللي كيعرفو وعايش بوحدو في الغربه وهادي، وكيشوف القضيه بحال هكا راه بصح راه كيولي يقول هادي راه نصيحه، كيولي هو ديك القضيه ملي كيقول لك اوروبا ما وقفها ما يدار كيحسبها هو راه نصيحه، عطيك نصيحه كيقول لك ها راه اوروبا ما وقفها ما يدار، كيقول بلا ما يجي داك السيد ويسكرفص، ولكن كما قلت لكم كله وكيفاش على حساب الخدمه على حساب الكرا على حساب هذه على حساب هذه. راه عطينا سيدي الحلول ديال هذا الشيء هذا، علاش هاد الناس هذو اللي كيقولوا هذه القضيه كيفاش انهم يقدروا انهم ما يبقاوش يقولوا، ولا كيفاش الناس اللي غاديين يجيو من برا يجيو لاوروبا يجيو من خارج اوروبا يجيو لاوروبا انهم يقدروا انهم يتفاداو هذه القضيه. اول حاجه هذا من الاسباب ومن الحلول الناس، اول حاجه هو بزاف ديال الناس المهم المغاربه اللي كاينين في المانيا اللي قراب لهاد البلاصه اللي ساكن فيها انا كيمشيو كيسكنوا وسط المدينه الكبيره بحال فرانكفورت المدينه اللي كبيره، كيمشي كيسكن في السونتر فيل، علاش ساكن في السونتر فيل؟ واش عاجبه؟ واش في المغرب كان ساكن في شي بلاصه بعيده وكان موحش انه يسكن في السونتر فيل؟ واش كان واش عاجبه داك الضجيج وداك الشيء؟ واش عاجبه انه يخرج معاه يخرج يلقى السونتر فيل حداه؟ واش بزاف ديال الحوايج هادو بزاف الناس اللي كيمشيو كيسكنوا سيدي في السونتر فيل، والسونتر فيل راكم عارفين الكلا غالي وعاد زيد عليه الصداع وعاد زيد عليه الهراج وعاد زيد عليه بزاف ديال الحوايج، ولكن كاين بزاف الناس اللي كيمشيو كيسكنوا في مدن اللي كيكونوا كبار واللي كيكون فيهم الكرا غالي، وكاين اللي ما كيعرفش انه يقلب، يا كاين اللي ما كيعرفش انه يقلب يقدر انه النهار الاول يجي يمشي عند السمسار يلقى ليه شي دار صافي كيسكن فيها، هذا سوا غلط من الاغلاط بحال شكل الخدمه، بلا كيسكن في واحد البلاصه صافي كيبقى فيها ما كيديرش بحال لاسيرونس ديال الطوموبيل بحال بزاف ديال الحوايج كدير واحد المره كتبقى في حياتك كامله، لا خصك تقلب، وراه ديما كتلقى كيكونوا عروض كيكونوا بزاف ديال الحوايج بحال في هذا الشيء لاسيرونس كيكونوا عروض تبدل الخدمه كيكونوا بعض المرات انت راك خدام وكتقلب على حاجه اخرى ما تلقى ما احسن تبدل ما عندك ما تخسر في الكرا تكون كاري وقلب بلاصه اخرى ثاني ما غتخسر والو كلشي في الانترنت قلب تقدر تلقى محسن تولي واخا تشيط غير واحد 50 اورو في الشهر ولا 100 اورو في الشهر راه زايده فيك ديك 100 اورو بقيتي كتجمع غير 100 اورو راه ما عرفتش شحال غيتجمع، هذا في اطار تدخير ولا تدخر ولا شباغن. كما قلنا هادو من اسباب من الحلول هو انه الناس كيجيو كيكون خدام السيدي ب 1000 اورو ولا 1100 اورو كتلقى كاري ب 800 اورو ولا 700 اورو، انت اش غيبقى لك لك ريتيب هادشي؟ واش كتسنى من اوروبا انا اش غتعطيه؟ فهمتيني كيديروا بحال هكا وكيبقى يتسنى انه، وعلى عكس واحد اخر كاري كتلقى كاري ب 450 اورو ولا 400 اورو وكاري عنده ثلاثه البيوت ولا عنده جوج بيوت والاخر عنده تا هو جوج بيوت وكاري بنص حال، علاش؟ حيت انت بغيتي تكري سيدي في ديك البلايصه ديال انه يبقاو يدوزو حداك الطاكسيات وتسمع الكلاكسونات والاخر مشى كرا في واحد البلاصه اللي مكالميه وزوينه، كاين المدن اللي صغار في المانيا واحسن حاجه ديروها هو تمشيو للمدن اللي كيكونوا صغيرين بحال دابا كاين مدن بحال دابا انا بالضبط هنا بعيد على فرانكفورت ب 10 كيلومتر كنت خدام في فرانكفورت عامين وانا خدام فيها عادي، التران كيديك كيجيبك ساعه انت تما ساعه بالوقوف كلشي بدل التران بهذه بهذه، هادي راه حيت انك تخدم في المطار بعيد في الاخر ديال فرانكفورت، اما باش تدخل فرانكفورت راه غير قسمين ولا ربع ساعه كتدخل ليها، فرانكفورت مدينه اللي كبيره بزاف انت كتمشي حتى الاخر ديالها، ما علينا فهمتوني بحال هكا كتكون خارج على المدينه شويه، واحسن حاجه الا كانت عندكم طوموبيل طوموبيلات رخاص بزاف في المانيا، ولكن تحاولوا تقلبوا حاولوا تقلبوا شويه يمكن يكون فيهم بعض المرات شي حاجه خاسره وهذه، تاخذ طوموبيل
وغتكون في مدينه اللي ما دايش فين ما فيهاش طوبيسات قلال، فيها طوبيسات قلال اللي يقدر انه ما يكونش فيها، واخا الترانات كاينين في جميع المدن يقدر انه تكون فيها محطه واحده يكون فيها كيجي تران كيكون كيجي كل ساعه ولا هادي، ماشي بحال المدينه الكبيره كيكون عرام ترانات عرام طوبيسات عرام ديال الانواع ديال الترانات، فهمتوني؟ يكون بزاف ديال الحوايج بحال هكا. وصلت الدقيقه 15 طولت عليكم. المهم كتكري واحد تقريبا كتنقص عليك واحد 200 اورو ولا 250 ولا 150 اورو، وكتكون عندك طوموبيل اللي كتكون طوموبيل ديالك وما كتستهلكش بها ديك 150 اورو في الشهر. المهم كان هادو هما الحلول، هو انه اهم حاجه هي الكرا، كتكون كيكون الكرا غالي بزاف وهو اللي هو اللي كيكون صعيب على هاد الناس بزاف، هو اللي كيخليهم انهم يقولوا هاد الهضره لانهم كيتزيروا كيوليو يخلصوا الكرا وصافي، داكشي اللي كيبقى لهم غير ديال المصروف، وكتولي كتخدم انت الشهر وصافي داكشي اللي كامل كيمشي لك، كتخدم شهر نهار كتبغي تمشي غير للمغرب، يولي تولي واحد غير مع الطياره باش تخلصها، بقى غير انك باش تمشي للمغرب دي كادوات ولا شي لعيبه ولا بحال هكا. المهم وهادشي اللي كيخلي بزاف ديال الناس كتلقى ضرب 4 سنين ولا 5 سنين ولا ما عرفت شحال وما مشاش للمغرب وكيكون بوراقه مع الساكن الناس اللي بلا وراق. كان هذا هو الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.